حياكم الله أحبتي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج البيئة توعي. هذا البرنامج الذي تعده لكم دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة، وسنشاهد بحلقتنا لهذا اليوم أهم الأخبار والفعاليات التي تقوم بها الوزارة. والبداية كالعادة من العناوين. أكد وزير البيئة المهندس نزار آميدي خلال لقائه وفد من الجامعة الأمريكية برئاسة وزير الثقافة السابق حسن ناظم على أهمية تعزيز عمل الجامعات المحلية والعالمية في العراق، وأن تكون مثال متميز للجامعات الخضراء والصديقة للبيئة. وأضاف آميدي إلى أهمية عمل الجامعات بشكل متميز في الجانب البحثي والأكاديمي الخاص بالعلوم البيئية ومواكبة تطورات العالم في التغيرات المناخية والذهاب نحو الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ضرورة إدخال كوادر الوزارة في مثل هذه المعاهد لتطوير قدراتهم. تشرفنا اليوم بزيارة وزارة البيئة بكوادرها، بدءا من معالي الوزير إلى السيد الوكيل إلى المدراء العامين، مع وفد من الجامعة الأمريكية في بغداد. هناك خطط وهناك برامج مشتركة تحاورنا فيها، الاستعدادات الواعدة والنظرات المهمة لمعالي الوزير بصدد أن نكمل معا برامج وننفذ برامج مع الجامعة الأمريكية في بغداد مهمة. وهناك حقيقة شراكات سابقة ومؤتمرات وورش عمل شاركت فيها وزارة البيئة في الجامعة، إذن التبادل موجود أساسا، لكننا اليوم نؤطره ضمن الاستعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والجامعة الأمريكية في بغداد. هنالك طبعا بالتأكيد العمل جاري على إعداد مذكرة تفاهم وتعاون وبناء قدرات والتعاون في المجال العلمي والبحثي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في موضوع التغيرات المناخية والطاقات المتجددة. ووجه معالي السيد الوزير بأن تكون الجامعة الأمريكية هي جامعة خضراء صديقة للبيئة، وشمولها بالمبادرة الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتطبيق مفاهيم الطاقة المتجددة عن طريق ضمها إلى مشروع تحويلها إلى الطاقة الشمسية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كذلك هنالك طبعا عمل متواصل مع الجامعة لبناء قدرات كوادرنا، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز قدرات القيادية واللغة الإنجليزية والبحث العلمي، وضرورة إشراك الوزارة في اختيار العناصر الكفوة لإدارة مثل هذه المعاهد. أكد وزير البيئة المهندس نزار آميدي بضرورة إشراك جميع منظمات المجتمع المدني في عمل الوزارة لدورها البارز في تجسيد هذه الحماية من خلال نشر الوعي البيئي والتربية البيئية. جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء من ملتقى الرافدين، وناقش آميدي التحضيرات والاستعدادات لمؤتمر قادم من قبل ملتقى الرافدين الذي سيقام برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني لمناقشة تحديات التغيرات المناخية والأمن القومي، مبينا أن الوزارة سيكون لها حضور فاعل خلال المؤتمر من خلال الكوادر الفنية والتوعوية ومن خلال انفتاحها الجاد على منظمات المجتمع المدني. أهلا، أنا ذرة كربون، وجودي هو نتيجة لاستهلاككم الغير مسؤول للوقود. في عام 2021 فقط أنتج العالم 36 مليار طن من الكربون، لذلك فهناك البلايين مني في غلافكم الجوي. سنغلف الأرض وستزداد درجة الحرارة كل عام، وسنجعل من حياتكم أصعب. اتخذ خطوة وقلل انبعاث الكربون. لا زالت مستمرة تحت عنوان كلنا نزرع،
من على معرض الكتاب الدولي للكتاب. خليكم ويانا وهاي الجولة الإعلامية. حملة كلنا نزرع أطلقتها وزارة البيئة برعاية رئيس الوزراء زراعة 5 مليون شجرة. رأيك دور المواطن والمثقف والإعلامي والفنان في إنجاح هكذا حملة؟ دور المواطن هو في المحافظة على الزراعة، متابعة الشجرة، الحفاظ على نظافتها ومتابعتها وزراعتها ووقتها، لأن الزراعة هسه أول شيء تمنع انجراف التربة وتمنع وتعطي جمالا للبيئة، إضافة إلى أنه تساهم في كثير من الصناعات الغذائية والصناعية. على كل مواطن عراقي لازم هو اللي يزرع بنفسه أمام بيته أو أمام وظيفته بالدائرة، أمام المدرسة، أطفالنا إحنا نفسهم لازم نعلمهم على الورود، وهي ماكو أحلى من زراعة الوردة. صراحة يعني إحنا لنا دور كبير بإنجاح هاي الحملة، إن كان محافظة على الأشجار، على الزرع، الاهتمام به، نقدر إحنا كذلك ببيوتنا بمناطقنا هم نزرع المحافظة عليه حتى تكون يعني بغداد حلوة بتطلع بصورة بهية. كل مواطن عليه ان يتحمل دوره ومسؤوليته هنا. وزاره البيئه مشكوره وهذا من واجبها، وهي من زمان تنادي حقيقه بان تاخذ البيئه والتوعيه البيئيه تاخذ حيزها في المجتمع. فالقت الكره في ملعب المجتمع. المجتمع كاعلاميين، كمثقفين، كشباب، كنخب، كعوائل، كموظفين، اليوم الكل مسؤول عن البيئة التي يريدها المواطن وتريدها وزارة البيئة. تدري يعني السنوات الأخيرة كلها غبار، ودائما يعني صيفنا هالشكل، البيوت كانت قد صارت صغيرة، كانت اكو كل بيت 600 800 متر اكو 1000، كل أشجار، وين ما تمشين بأي فرع كل أشجار، هسه مع الأسف كلها صار بناء، فقام يقطعون الأشجار، بحيث حتى أطراف بغداد كلها يعني مع الأسف دنعاني هاي الشغلة، يعني احنا صيفنا كله مترب. حملة كلش مهمة، كلش ممكن انه تساهم تغيير المناخ، خصوصا انه احنا بالعراق الجو مالتنا بالصيف كلش حار، فممكن انه هذه الحملة راح تغير كلش هواية من واقع المناخ. حضرتكم انه تشجعون الفرد العراقي والمثقف العراقي ان يشارك معكم بالزرع بالتنظيف البيئه، لان البيئه هي جزء من تطويل عمر الانسان وصحه الانسان، وهذا شيء جميل. يعني احنا بالنسبه لنا نشجع للتشجير ونشجع انه نزيد من المناطق الزراعيه والنباتات بالعراق بسبب الأوضاع حسة اللي دا نشوفها، إنه ازدياد درجة الحرارة، قلت الأشجار، المباني اللي كثرت وقللت من الأماكن الخضراء. هذا الشيء طبعاً إحنا نشجع وزارة البيئة إنه دا تشتغل على هذا الموضوع ودا تزيد الزراعة بتشجير 5 ملايين شجرة يمكن عندكم. هذا الشيء إحنا وياكم، ونتمنى إنه تكثرون من المناطق الزراعية والحزام الأخضر لبغداد على مود نرجع شوية جو يتصفى لنا، شوية نرتاح حمينا من هذه المباني اللي بدت تكثر عندنا. يجب علينا استغلال مواقع التواصل الاجتماعي واستغلال البوسترات والحملات والإعلانات للترشيد والتوعية، واستغلال هذه الثغرات المهمة لإيصال صوتنا للناس بأهمية الزراعة والمحافظة على البيئة، لأن هذه مهمتنا جميعا، لأننا نعيش تحت وطأة هذا البلد، والزراعة أحد عوامل النجاح المجتمعي المهمة. أولا يشارك المثقف العراقي بإنجاح الحملة من خلال استغلال صوته وجمهوره وكتابه وقلمه في إيصال صوته، لأن الزراعة فرع جدا جدا مهم في إنجاح البلد والتوعية والثقافة للمجتمع العراقي جميعا. We'll be right back.
ضمن سلسلة الندوات والورش التي تنفذها دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة بخصوص المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، نظمت دائرة التوعية والإعلام البيئي ندوة توعوية حول ترشيد استهلاك الطاقة والطاقات المتجددة الصديقة للبيئة، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع كلية اللغات في جامعة بغداد. قامت وزارة البيئة، دائرة التوعية والإعلام البيئي، قسم البيئة الجامعية، ندوة توعوية لطلاب الجامعة والأساتذة والأكاديميين عن الطاقات النظيفة والطاقات المتجددة والطاقات الصديقة للبيئة. خللتها مجموعة من التوصيات أو إرشادات باتجاه تغيير سلوك الفرد داخل المجتمع لترشيد استهلاك المياه والطاقة. الموضوع يعتبر موضوع مجتمعي، مو موضوع ثقافي ولا علمي ولا ترجمي. فالموضوع المجتمعي يعكس يعني احنا كنا جايين من مجتمعات، كل واحد من بيئة. فالمعلومات اللي وصلت لنا اليوم من خلال الأساتذة احنا نعتبرها معلومات غنية، يمكن احنا منتبهي لها من ناحية ما منتبهي لها من ناحية أخرى، زيادة بالمعلومات صارت عندنا. وكنت أنا مقترحة هواية أمور بخصوص الحفاظ على البيئة والبيئة النظيفة بالذات. الندوة تضمنت شرحا عن دعم أهداف المبادرة المتمثلة في التوعية لأجل تقليل الاستهلاك وحث ممثلي الوزارات وأصحاب المشاريع التي تبني الأنظمة والطرق المستدامة في مواضيع الطاقة والمياه واستخدام الموارد الطبيعية. شحة المياه ودور المواطن في التقليل من الاستهلاك للمياه بكثرة من خلال التوعية اللي شاهدناها من المحاضرة. أغلب الأحيان ركزت المحاضرة على قضية تعاون الجامعة أو الكلية أو مثل ما نقول الطبقة النخبة الواعية بتثقيف المجتمع. وأوصوا محاضرو الندوة بضرورة إجراء دراسات تخصصية لإيجاد حلول علمية تساهم في السيطرة على معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية وأهمية إعداد برنامج وطني شامل عن جميع المؤسسات ذات العلاقة من أجل رفع كفاءة منظومة الطاقة العراقية. على ما يبدو أن قرب هذا المبزل من مناطق سكناهم قد خلف أضرارا بيئية وصحية لهم، الأمر الذي دفع أهالي منطقة الراشدية والحميدية والثعالبة في العاصمة بغداد وغيرها من المناطق القريبة منه مناشدة الحكومة والجهات المعنية بضرورة التدخل لتنظيف وتغليف هذا المبزل للحفاظ على صحتهم من الأمراض والأوبئة. هاي المناطق هاي مثل ما يقول الطابو احنا هسه، يعني هاي المتأذين من عندها يعني بشكل خاصة. يعني أول شيء عندنا أطفال ريحتها هاي شافها بالريحة أو العصرية أو يعني الثق منطقة ما تسكن بيها نهائيا، ما تسكن بيها نهائيا من البيئة مال الجو مالتها أو الأرياح أو فشي. يعني هاي عندك هاي الأجهزة مثل ما يقول السبالت الغير السبالت الثلاجات المجمدات ثق ما تبقى عندنا. يعني انت لازم كل شهر جايب لك فد مهندس تصليح. اذا مياه قاسنه ومكشوفه وتضخ عليها مياه المجاري فتنقل امراض للناس، ونحن منطقه مكتظه، فحبذا لو هذا البزل يتغلف بانابيب ضخمه مثل باقي المناطق وتتكون هناك فتحات مجاري للمنطقه، وبنفس الوقت راح يخدمنا تصير المنطقة نظيفة وتتبلط الشوارع، لأنه هو يعيق هاي المسألة شاق المنطقة بالنص فيأثر علينا. متأذين هاي جالي كله حب، يعني حب قام يطلع ما أدري منين، أمراض يعني من وراء هاي السيارات تجي تذب هنا، الذب ماله تذب هنا وتطلع. فإحنا ناشد الحكومة، ناشد رئيس الوزراء، ناشد كل من يعنيه الأمر بأن يشوفونا شارع للبزل، تغليف بواري إذا غلفونه،
يعني نكون ممنونين. هو احنا مشكلة يعني شيء مربوط بشيء، أول شيء احنا المجاري مالتنا ذابينا علي وين نوديها؟ زين وهو مكشوف، فيا حبذا إذا يغلفونه بواري ونكون يعني نقول لك ممنونين من عندهم جزاهم الله خير. وزارة الموارد المائية وباعتبارها أحد الجهات الرئيسة والمسؤولة عن صيانة البزول والقنوات الإروائية أكدت استمرارها بالصيانة الدائمية لهذه المبازل، وبالرغم من أن المنازل الواقعة بالقرب منها هي مناطق زراعية فضلا عن كشفها لمشاريع قريبة ستنفذ لإنهاء هذه المشكلة. احنا عندنا صيانة دورية لكافة المبازل والقنوات، وهسه حاليا احنا دا نعتبر هذه القنوات والمبازل المارة بالأحياء السكنية ايضا من ضمن مسؤولياتنا، لان هذه المناطق اللي هي بالأصل زراعية وتحولت الى مناطق سكنية تفتقر للبنى التحتية وتفتقر للشبكات تصريف مياه الصرف الصحي، فالمبازل في هذه المناطق تقوم بهذا الدور. واحنا مستقبلا اكو مشاريع اكيد تقوم بها البلدية لترتيب هذه الامور، واحنا الحين اكتمال تلك المشاريع احنا كوزاره موارد مائيه لا نتوارى عن تلك الامور، ونستجيب لجميع المناشدات التي يعني تبدر من الاهالي. كنا هذا المبزل قديما يعني انطهره تطهير عادي لان تابع لمناطق زراعيه، لكن الان تحولت كل الاراضي صارت اراضي سكنيه، فنعاني صعوبه من حركه الاليات لان مناطق سكنيه، وهذه المناطق السكنية حقيقة غير مخدومة. يعني هذا المبزل المفروض انتفاء زراعي يعني الغاية بالنسبة للموارد المائية، لكن تعرف انه هذه المناطق ما عندها غير منفذ لتصريف مياه الأمطار ومياه مجاريها صرفها الصحي إلا على هذا المبزل، وإحنا حقيقة نعاني معاناة كلش كبيرة، ولكن بالتعاون مع الأهالي وبعض الخيرين الموجودين في المناطق إحنا نقوم بعملنا، نحاول أنه قدر المستطاع نأدي الخدمة المطلوبة من يمنا. ويقوم فريق التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة وبالتعاون مع أغلب المؤسسات الحكومية بتسليط الضوء على أغلب المشاكل والمعوقات التي يعاني منها المواطن سواء كانت في العاصمة بغداد أو في المحافظات الأخرى، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، فضلا عن استمرارها بتنفيذ خططها لخلق بيئة آمنة وصحية في البلاد. لبرنامج التوعية البيئية عباس حميد، بغداد. الآن ننتقل سويا لمتابعة الحقيبة الإخبارية التي تضم في جعبتها أهم الأخبار والفعاليات التي تقوم بها الوزارة في بغداد وباقي المحافظات، فإلى هناك. شاركت مديرية بيئة الديوانية في الحملة التي نظمتها منظمة الواحة الخضراء بالتعاون مع جامعة القادسية وبحضور الجهات الحكومية وعدد من القنوات الفضائية المهتمين بالشأن البيئي. مدير بيئة الديوانية أسعد ناظم جبر بيّن أن هذه الحملة انطلقت تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني بزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة، موضحاً أنه تم زراعة منتزه غرينلاند في منطقة العروبة بعدد من الأشجار والشتلات، وذلك لزيادة المساحات الخضراء لمواجهة آثار التغير والتصحر المناخي الذي طرأ على المحافظة. أجرت الفرق الفنية في بيئة ذي قار فحوصات مختبرية لنماذج مختلفة من المياه للتأكد من خلوها من التلوث. مدير بيئة ذي قار محسن عزيز أكد أن الفرق قامت بسحب نماذج لمجموعة من المصادر المائية المعتمدة في المحافظة، شملت المياه الجوفية والمسطحات المائية والآبار الارتوازية والمياه الصناعية والآبار، وأرسالها إلى المختبر لغرض فحصها والتأكد من خلوها من الملوثات. وأشار إلى أن المديرية حريصة على استمرار عمل الفرق المختصة بإجراءات الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامة المصادر المائية وتغيير واقعها البيئي بشكل أفضل.
أجرت شعبة التحاليل البيئية التابعة إلى مديرية بيئة البصرة عدداً من الفحوصات المختبرية كيميائية وجرثومية لعدد من المصادر المائية في محافظة البصرة. قال مدير بيئة البصرة كريم عبد الخيص أن الفحوصات شملت عينات مياه من الأهوار والآبار الارتوازية والمياه الصناعية RO في عموم المحافظة، مبيناً أن فرق المديرية مستمرة وبصورة دورية في متابعتها للمصادر المائية. قام فريق فني من شعبة البيئة الحضرية وحدة مراقبة وتقييم الأنشطة الخدمية في بيئة النجف الأشرف بإجراء جولة ميدانية إلى مركز صحي الوصي للرعاية الصحية الأولية للاطلاع على واقعه البيئي ومعرفة مدى التزامه بالمحددات والضوابط البيئية. وقال مدير بيئة النجف عادل محمد الجبوري أنه تم خلال الزيارة الاطلاع على طريقة عزل النفايات الطبية عن الاعتيادية وكيفية معالجتها وفق المعايير المعتمدة من الوزارة. أجرى فريق فني من مديرية بيئة نينوى زيارة ميدانية إلى عدد من الأنشطة الصناعية في مدينة الموصل لمعرفة مدى التزامها بالمحددات البيئية. وقال مدير بيئة نينوى سنان صبحي علي أن الزيارة تضمنت معامل لإنتاج المياه المعدنية والعصائر حيث تبين التزامها بالمحددات والضوابط البيئية وتم ملء الاستمارة الخاصة بذلك، مشيرا إلى أن الزيارات مستمرة وبصورة دورية للأنشطة المختلفة حفاظا على البيئة من التلوث. أجرت الفرق الفنية في مديرية بيئة واسط كشوفات موقعية على أبراج شركات الهاتف النقال في واسط للتأكد من مطابقتها للمحددات والضوابط التي أقرتها وزارة البيئة. مدير بيئة واسط علي عبيد حمود قال أن فريقاً فنياً من المديرية أجرى كشوفات موقعية لأبراج الهاتف النقال لشركات آسيا سيل وزين العراق وكورك في قضاء الحي والزبيدية، وذلك ضمن خطة متابعة ومراقبة الترددات الصادرة من هذه الأبراج وضمان مطابقتها للمحددات البيئية، مشيراً بعدم تسجيل أي مخالفة أثناء الفحوصات الميدانية لتلك الأبراج. وبهذا أحبتي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومهام جديدة لوزارة البيئة. إلى اللقاء.